بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما جربنا وكلمنا الكود بتاعنا كله، تعالى بينا نتست الكلام دوت ونشوف الدنيا تمام ولا لا. بس هو احنا مش محتاجين جوه اللوب نعرف كل مرة الادابتر ونعرف الليست فيو، وخليها بره اللوب. كل مرة في اللوب بقاد جوه الليست فيو البرودكت ليست، لكن خلي الادابتر وتسليمه للليست فيو بعد ما اللوب كله ايه ينتهي، يسلم كل مرة مرة واحدة. انا عايز ابدل الكود مش دلوقتي، تعالى نرن نروح على الاب بتاعنا ونشوف. تمام، نروح على الاب بتاعنا ونبدا نرن ونشوف ان شاء الله ان الاجابه بتاعتنا عامله ازاي. هنا طبعا عشان اضافه، انا مش عايز اضافه، انا هقول له اعرض البرودكت ليست. الحمد لله تمام، برودكت ايه والديسكربشن، برودكت ايه والديسكربشن سي، وهكذا كده البرودكت بتاعتنا طبعا تمام. بس محتاجه خطوط تظبط بس الاحجام، فهروح على البرودكت ايتم، اخلي التكست فيو بتاع الديسكربشن 18، واخلي التكست فيو بتاع العنوان يبقى 24 اس بي، واعمل ريدم بس اشوف شكل العرض ظبط شويه ولا ايه. تمام، اروح على البرودكت ليست. تمام، مبدئيا كده المنتجات بتاعتي بتتعرض بشكل زي ما انا عايز. محتاجين هنا طبعا اوبشن منه عشان يبقى نعرف نرجع كده للرئيسيه تاني او للاد تاني او كده. تعال نتست كده ونشوف لما نقاد برودكت على طول ونرجع ونروح للليست هيبان ولا مش هيبان. فعملت برودكت اي دي 12 والتايتل بتاع برودكت 12، وهعمل برودكت كاتيجوري مثلا اني ديسكريبشن، لا مش اني ديسكريبشن، احنا مفيش في احنا يعني. امسح، بيخرج لما يجي نمسح. اد نيران احسن برنامج ندور على اسمه عشان نبدا التغيير. ماشي، عموما عملت ريران 12 برودكت، برودكت 12 ده تايتل، كابتن مثلا، والديسكريبشن اني ديسكريبشن دلوقتي، و this product. طبعا احنا بنجرب بس عشان نشوف الاد اشتغلت، نقوم داخلين على الليسته لانها اتضافت وكله تمام. يبقى تمام، قلت له 12، قال لي البرودكت اد سكسسفول، قلت له اتاكد على طول اخش على البرودكت ليست بتاعتنا. انزل تحت، برودكت 12 اتضاف، طب اتاكد في البوست مان، طب مش محتاج اتاكد بس نشوف. قلت له سند كده على جيت اول برودكتس، وانزل تحت ادي البرودكت رقم 12، يبقى كده الحمد لله العرض بتاعنا تمام.